استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين في قصف الاحتلال لمناطق متفرقة من قطاع غزة في اليوم 32 بعد 300 للعدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع. وأفادت مصادر محلية بأن طائرات الاحتلال الحربية شنت غارة على مخيم البريج وسط قطاع غزة، كما شنت غارة على مخيم النصيرات بالتزامن مع إطلاق نار كثيف وعشوائي من آليات الاحتلال شمال المخيم. وتواصل قوات الاحتلال عدوانها برا وبحرا وجوا على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد 40,786 فلسطينيا وإصابة 94,224 آخرين في حصيلة غير نهائية. السلام.